الحقيقة أهمية المؤتمر الثالث لمكافحة الجرائم المؤسسة الملكية الفكرية الذي تنظمها جمعية الإمارات الملكية الفكرية بالتعاون مع الأنتربول، أهمية مشاركة الأنتربول حيث أنها المشاركة الأولى في مثل هذه المؤتمرات في المنطقة أو في الإمارات. فالحقيقة أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، ونحن يعني نتطلع في المستقبل أن يكون هذا هو بداية التعاون مع الأنتربول. المستقبل القريب إن شاء الله لن نفصح حاليا عن ما هي تطلعاتنا، ولكن نحن نتطلع إلى تعاون أكبر مع الأنتربول، هذه المنظمة الكبيرة التي تعد أكبر منظمة شرطية في العالم، لأنها تضم 190 بلد أو مشارك فيها. فلذلك نحن نتطلع إلى تعاون أكبر، راح يكون إن شاء الله تعاون قيم وسيضيف الكثير إن شاء الله لمجتمع الإمارات وللمجتمع الدولي. الانترنت الحقيقة خلنا نقول ومواقع التواصل الاجتماعي الموجودة حاليا تشكل يعني حجم كبير أو مساحة كبيرة للتعبير أو لتثقيف المجتمع الدولي. أهمية هذه المواقع تأتي من مدى تواصل الناس معها. هناك كمية كبيرة من أو عدد كبير من البشر يتعاملون مع الانترنت، يتعاملون مع المواقع الاجتماعية، مع الملتي ميديا، فهي تعتبر قناة من قنوات الإعلام حاليا. فلذلك يجب أن تقوم منظمة الانتربول بالتعاون معنا مع جمعية الإمارات الملكية الفكرية ومع كافة الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بالانترنت أو بالمواقع الاجتماعية لتوعية المجتمع الدولي، ويعني بث أو نشر بعض المفاهيم والقوانين المتعلقة بانتهاكات الملكية الفكرية. أعتقد إذا استطعنا أن نعمل برنامج من هذا النوع سيكون له قيمة في نشر وتثقيف المجتمع الدولي.